والناس، نشرة إخبارية جديدة إليكم أبرز عناوينها. محل بمواجهة الإهمال ليست مسؤولية الحكومة فقط. التموين سعر القمح المحلي أعلى من المستورد لدعم الفلاح. من ينظف قمامة وزير العدل؟ وإليكم تفاصيل النشرة. مواجهة الإهمال ليست مسؤولية الحكومة فقط، بل هي مسؤولية جماعية. هذا ما أكده المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، مشددا على أهمية مواجهة الإهمال على كل المستويات من خلال مبدأ الثواب والعقاب، موضحا أنه يتم التحقيق في انقطاع الكهرباء عن ماسبيرو لمواجهة الإهمال، وأنه تم نقل ملف انقطاع التيار عن التلفزيون إلى النيابة، منوها إلى أن الحكومة تحترم الإعلام المصري الشريف وتستمع إلى نقده وتوجيهاته. كما طالب محلب الإعلام ببث الأمل لأن هناك جهد يبذل والسلبيات سنواجهها بكل طاقتنا. سعر طن القمح المحلي أعلى من سعر طن المستورد بما قيمته 1000 جنيه لصالح الفلاح تدعيما وتشجيعا له. هذا ما أعلنه الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 10 مليارات جنيه للسداد فورا للموردين عقب عمليات الاستلام والفرز. وأوضحت الإدارة المركزية للتوزيع بوزارة التموين أن كمية القمح المحلي التي تم استلامها من المزارعين والموردين منذ فتح باب التوريد منتصف الشهر الماضي بلغت 2,160,000 طن حتى الآن، وذلك بزيادة قدرها 1,000,000 طن عن التوريد في نفس الفترة من العام الماضي. فجرت تصريحات المستشار محفوظ صابر وزير العدل حول رفض تعيين ابن عامل النظافة في مجال القضاء غضب قطاع كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي والنشطاء والقوى السياسية والشخصيات العامة. ودشن النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج بعنوان أقيل وزير العدل بسبب هذه التصريحات، وعلق أحد على هذه التصريحات قائلا: راجعوا أسماء الشهداء من رجال قواتنا المسلحة والشرطة ستجدون أن أغلبهم من أبناء البسطاء والفلاحين والعمال، ولم تخلو تدوينات رواد مواقع التواصل من السخرية. وسأل المدونون من ينظف قمامة وزير العدل في حين طالب آخرون بوقف توريث الوظائف العليا للأبناء. قصف سفينة تركية قبالة سواحل الليبية، هذا ما أعلنه الجيش الليبي قائلا: تم استهداف السفينة بعد أن تم تحذيرها بعدم خرق حظر الاقتراب من مدينة درنا الشرقية، مشيرا إلى أنه جرى سحبها في وقت لاحق إلى ميناء تبرق. قال المتحدث باسم القوات التابعة للحكومة المعترف بها دوليا لرويترز: تم قصف السفينة على بعد نحو 16 كيلومترا من ساحل درنا، مضيفا أن أحد أفراد الطاقم قتل وأصيب شخص آخر. أحبطت قوات مكافحة الإرهاب بشمال سيناء 3 محاولات لاستهداف القوات بعبوات ناسفة زرعتها مجموعات إرهابية على طريق القوات بمنطقة الشيخ زويد، حيث نجحت في تفجير العبوات الناسفة من دون خسائر بعد قيام الأهالي بالإبلاغ عنها. من ناحية أخرى، ألقت القوات القبض على 4 عناصر يشتبه في انتمائهم لتنظيم بيت المقدس الإرهابي، وأحد المشتبه فيهم متهم بالتورط في تنفيذ عملية اغتيال ضابط مرور ومخبر على المعاش وسط مدينة العريش. كما دمرت قوات 7 بوار إرهابية متعددة ما بين مخابئ و10 منازل خاصة بالعناصر التكفيرية. والآن مع معلومة تكنولوجية جديدة يقدمها الدكتور محمد الجندي، اتفضل يا دكتور. شكرا جيسيكا. تخيل عندك مجموعة من ملفات الفيديو وعايز تعمل لها إيديت على تليفونك. الحل اللي قدامك انك تنقل الملفات دي على الكمبيوتر وتستخدم برنامج من برامج مونتاج الفيديو وتقطع الجزء اللي انت عايزه. لكن النهارده هقول لك على حل بسيط عن طريق برامج مخصوص لمونتاج الفيديو على التليفون وتحديدا اندرويد. تقدر تعمل مونتاج وتقطع اجزاء معينه من الفيديو وتكتب كمان على الفيديو، كل ده عن طريق برامج معينه زي برنامج فيترم وبرنامج كليب ماكس وبرنامج اندروفيد وبرنامج فيديو شو. استنونا في معلومه تكنولوجيه جديده. نشرتنا الإخبارية انتهت، لكن عزيزي المشاهد تستطيع أن تكون أحد مصادر نشرات القاهرة والناس. شاهد، صور وابعث لنا على news@القاهرة والناس.com. الآن تستطيع أن تكون مراسل القاهرة والناس. إلى اللقاء.